لك يسعد هالمساء، يسعد هالمساء. هل عبدو، هل السول وزهرة وميساء. بو بو، هلا جيجي وإسلام، هلا سيابي. في بو في عاو. كنها اللغة العربية تغيرت من امبارح لليوم. حاسس في شيء. هلا مودي. سينيويتا، سعد هالمساء يا زهرة وأزال. هلا يوسف، هلا الثفيري، أحلى عبد الله. شكرا يا آية، هلا مثنى. ازهر وبان وما تنساش كيلو الرمان. هلا صافو الشيخ حسان، هذه على تويتر تبعت امبارح. في بخ بعد. هلا بريستس وسارة، بعتذر اذا مش عم برحب في حدا، لان في بعض الاشخاص، لانه الشات بيرمش، بس اعتقد لا تمام. هلا مي يوسف 1999، عليكم السلام. هلا رائد. موسيقى المنيو متعوب عليها على فكرة، موسيقى المنيو متعوب عليها. هلا مشراق، هلا اكشن جيمز، عالم النبوة. ما خلص تطوير اللعبة، لا هذه ديمو، وراح تنزل اللعبة اعتقد بشهر 8 اوغست، بشهر 8 بكرة ان شاء الله. انمي نعم، انتظر ديمون فلافل وهيلز حمص ونارو تو تبولة. هذا الجزء احداثه بادئ الاحداث الجزء اللي سبق. هلا على هو التاريخ، هلا هذا 1994، اللي قبل كان 1998، فبالتالي شكله هذا قبل. هلا انا تبع 1998، يعني ما كتير حبيت اللعبة صراحة، لأنه الجيم بلاي كان شوي غريب، اللعبة كانت غريبة شوي، بس مش عارف. هلأ أنا بحب أعطي فرص لألعاب تانية ما عجبتنيش، فبدنا نشوف هاي ممكن تشجعنا نلعب هديك مرة تانية، نعيدها ستريم. أبصر الموسيقى متعوب عليها كتير، وبتحسها عن جد من التسعينات. جربتها ورديت علي حبيبنا يا عيسى. انا حاططها عندي بالقائمة. يس هلا ميرك. الجزء الاول ما كتير عجبني صراحة، بس انا برضو زي ما قلت بعطي فرص تانية مش مشكلة. ما هي اوريدي عندي نازلة يعني، واعتقد انها مترجمة عربي، ترجموها عربي في الابديت، في الابديتات اللي نزلت اخر اشي للعبه كان فيها ترجمه عربي. بكره الاحد. يسعدك يا صالح. هلا امينه، جيل فالنتاين، هلا زيكو. المشكله كانت عندي في الجيم بلاي، كانوا تعبانين على الالغاز. بتذكر انه موضوع الألغاز كان متعوب عليه في الجزء الأول، بس الجيم بلاي يا عمي، أنا عندي الجيم بلاي أهم إشي، يعني عندي جيم بلاي نمبر 1، بعدين قصة نمبر 2، بعدين أي إشي تاني. بس الجيم بلاي يا عمي، إذا لعبة قصة وإشي والجيم بلاي مش كلها لقد، بتلاقي حالك خلص. الموسيقى خرافية، في تغييرات للأفضل المفروض. اعتقد انه لعبتهم الاولى برضو باعت، يعني ما كانت فاشلة اعتقد. بدك تحضر الانمي من دوامك بكرة ان شاء الله. هلا فاروق، هلا احمد حسان، والله منورين. ممكن، مش عارف. هلا المشكلة بحوص، انا عندي مشكلة اني بحوص. هلا هذه اللعبة اذا عجبتني وكانت كويسة رح احوص انه في جزء قبل نزل انا ما لعبته او ما ختمته بالاحرى، فانا تبلش الفراشات تلعب في معدتي. باترفلاي حمص. هل نقوم مفرطة؟ طيب خلينا نبلش، لانه اليوم ستريمنا خفيف ظريف، ما حقدر اسهر، فبدنا نلعب هذا الديمو ان شاء الله، وان شاء الله نخلصه بدري عشان نلعب ديمو تاني للعبه وصاني عليها ابو الظفيري. بس قبل ما نلعب
خلينا ايش نعمل. نرحب في الحلوين ستارز، عملت لكم ترحيبة جديدة قديمة. Let's go. تاكانا إينوماكي سينباي، إينوماكي سينباي. Speak. I will listen. سريعة سريعة سريعة. ليش؟ عشان اللي ما شافش اسمه اليوم يا اما بعيد الستريم او بيستنى للستريم الجاي. الترحيبة برعاية إينوماكي، شخصيتي المفضلة في جوجيتسو كايسن. هيك اوكنا اوكي. واليوم الستريم برعاية حبيبنا إرويلي، احلى سعود يسعدو إرويلي. ليتس جو مان. لا تنسوا لايك، تنسوش اللايك ها، إذا بتكبسوش لايك بيمشيش الستريم. برايتنس عليها ندفع عشان اليوتيوب، اليوتيوب بيعتم. شيش نو سنة. The normal gameplay mode for players who want to have a balanced experience. For expert players, aim assist disabled, enemies are stronger, deadlier and have a faster reaction, slightly less available resources. هذا ديمو، حل عني، خلينيش اكره حياتي، خليني اعطي يعني فكره كويسه عن اللعبه، مش اسب هاي واسب اللي قبليها. اوتو ريلود. طيب ام اسيست اوف، سبتايتلز اون. نو مان، نلعبها هارد كور عشان اكرهها واكره اللي قبلها واسب. ابلش اصيح لعبني. ان شاء الله تطلع حلو، نلعبها هارد كور. كونتينيو. My entrance is blocked by an alarm system. I need a few minutes. We're out of time. I'll see you inside. I'll find a way. Okay. Let's keep in radio contact. مين الفنونس؟ حسيت الصوت عالي. Maybe I can use that door. ربما أستطيع استخدام ذلك الباب. أسرع. أوكي ليش أوكي حسان. مين جيل فالنتاين سنة الأربعة وتسعين؟ اللعبة 10/10. هذا إيش؟ شوتجون. اللعبة 10/10، خلص انتهى الموضوع. رشريشو مصباحيحو. طيب أوكي، طيب صندوق ريزيدنت إيفل 3 ريميك. حرامي امسك حرامي. او صندوق كريس في ريزيدنت ايفل 8. كيف الصوت؟ كيف الصوره؟ مشكله انا بدعس وبنسى اسالكم. الجرين سكرين رهيبه. الله يسعدك يا اسامه، ارجوتو حبيبنا. انت اسمك اسامه واخوي اسامه هو اللي ركبها. هلا روجندو جي واي واستا، كله تمام الحمد لله. اوكي هذا التصوير ممتاز، كلنا بنحبه، تصوير God of War على Resident Evil Remake، على فلافل بالحمص، على اوبن فلافل. هولد اوكي. انا ويت، شو هو اللي حكى لي اعمل عليه هولد؟ طيب انا اذا بتذكر شغله في الجزء اللي قبل، بتذكر الجي او اي تبعت الانفنتوري اللي هو المخزن كانت مزعجه، والله اعلم بتذكر كانت مزعجه الانفنتوري، كانت مش مفهومه ومش كتير عمليه والله اعلم. بس اعتقد هذه هيك انفنتوري بسيط خفيف ظريف، وهون دوكيومنتس سمبل. كيب ات سمبل عمي،
تعجئنيش. keep it simple. ممتاز. نعم. operation order. طيب 94 سنتا نص المساء. from United States Department of Homeland Security to Section 8 Tactical Elite Command. Crisis Prevention and Counter-Terrorism Division Operations Coordination Directoration Sergeantation Colloation. أوكي، رسالة كنا من الولايات المتحدة الحكومة لفرقتنا المتخصصة في مكافحة الإرهاب باختصار. Phase 1 المرحلة الأولى Mobilize the Primary Section 8 Team and Set up an External Base Camp at Groom Lake USAF. Flight Development Center deny access at the perimeter to an individual and not authorized by the POTUS office. اوكي، شكلها برضو فيها عملية انقاذ. اعمل قاعدة لإلك خارجية في هذا المكان، لا تسمح لأي حدا مش مصرح انه يفوت باختصار شديد لانه في كتير حكي كده. Provide first aid and evacuate facility personnel. طيب، personnel will be authorized to leave only after undergoing a full body search followed by a period of quarantine to be defined within a federal facility. An individuals found to be in possession of US government property are to be immediately detained for interrogation. اوكي، اصحاب المنشأة رح يتعرضوا لبحث، يعني بحث جسدي عشان يتأكدوا انه وضعهم تمام، ورح ينحطوا في حجر صحي لفترة معينة، واي حدا مش مصرح لإله يكون موجود هون رح يتعرض ل ال يسموها يعني عرفتوا كيف يسجنوه. This are the facility security system and unlock all access points to the interior areas. طيب، يفتح كل الطرق ونزل الالارم. Await the arrival of the health control organization. هذا المسؤول عن الصحة والأمراض. Initiate investigation of the interior including the production of photographic material and requisition of any eventual documentation related to research and experimentation. Once gathered, this material is to be archived, sealed and delivered directly to White House. أي أوراق مهمة وديها على البيت الأبيض. Phase 6, secure and guard the facility pending subsequent orders to be issued exclusively from the POTUS office. وأمن المكان. لو أنا اللي ببعت أوامر ورسائل، لو أنا ببعت أوامر ورسائل، الست صفحات بيكونوا سطر. سطر. أوصل، اعمل قاعدة، إذا في حدا يعني وانقذ الناس اللي في المنشأة بس بدهم يتعرضوا لحجر صحي، بعدين جيب الأوراق المهمة وأمن المكان. سطر. ست صفحات، عندي سطر. خلصني ولعية. دام هيلا قلم رصاص باقي تكي وبختفي من الشاشة. ليش في مشكلة؟ هلا كوكورو، في مشكلة؟ أنا مش مبين. هلا عبد الله، في تعليقات في الشات بتوترني مرات لأني مش شايف في شاشة الستريم، فأنا بركن عليكم في الشات. Need a key to get in. Typical. نريد مفتاح. آه، كله تمام، فكرت في إشي. الرسومات مش عاطلة والله. الرسومات مش عاطلة. أعتقد الجزء الأول كان مبين ومنور. وكنت اللي منورين، وعيونكم المضيئة اللي بتشوف كل إشي مضيء. عيونكم مضيئة وبتشوف كل إشي مضيء. عمي أنا لما بناجي بعرفش أمدح، بس بكون الكلام طالع من قلبي. طيب. أوه صحيح، نعتذر عن أي إشي ممكن يصدر مني كصوت أوبرالي فظيع، لأن اللعبة هادية فيها بس صوت البيئة اللي حوالي. أجهزة ومش عارف إيش. اوه اركيد، ايش بدنا نلعب؟ Is this a freaking game؟ سيكتور 8، احنا في مكان اسمه سيكتور 8. Power generator activation. A hold. What؟ What؟
أو بالترتيب هلأ ستة أو بالترتيب على هوا الشاشة تنين. بدنا نعمل unlock لكل إشي بس بالترتيب. مين بيحب صوت أزرار الكيبورد؟ فيك هاي زي هذا هذا. أنا بحب هذا الصوت بيعجبني. الكيبورد اللي جبته مؤخرا آخر إشي نسيت شو البراند، صوته زي هيك بيعجبني بيعجبني تحسه مريح هيك. فلافل باور ريستورد. اوكي لغز خفيف ظريف. اخوك بحب هذا الصوت، انا بحبه يعني مرات لما مثلا مثلا الوالدة بتكون قاعدة على اللابتوب او اشي برضه الصوت هيك تك 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 انا بدي اعمل. بحب هذا الصوت، اتس نايس مريح. بس ما يكونش حد، بس ما يكونش اللي بيكبس معصب، لانه مرات هي بتعصب فبصير دش دش دش. فانا شو هاد؟ في خلل. انا اعتقد الكيبورد اللي عندي ميكانيك، هيك اسمه ميكانيك، اللي بكون معمول من ميتال من معدن. عمي انا فلافل بهالقصص. انا شيت الكتريكال سيستم از كومبليتلي فاكت. لسانك يا وليه، ذا الكتريكال سيستم از كومبليتلي فلافل. ايش بالنسبه لديد سبيس؟ نقصتيني في النونيس. موضوع انه الباب بسكر لحاله وراي، هاي الصرع. اها سويتش بليد كي هولدر. اوكي الصوت ذكرني بريزيدنت ايفل مان. لك حي الله بالسلاطين. عيونك مضيئه بتشوف كل شيء ظلام يا حسوس. بالضبط عيوني فلاش لايت انا. وك احلى ابو السلاطين يسعده. examining items you can examine an item by selecting. هذه كلها هيك عن جد ببين انه الوحي ريزيدنت ايفل كثير ببين. ها ايش يكمل هذا اشعار لابع للعبه، انقاذ ومش عارف ايش. يو كان اكزامن فلافل. طيب كاساندرا تايم تو هانت. هيا يلا حمزه معك. احلى حمزه واحلى منتسب ستار جديد ويسعد على الدونيشن. انا بخير طول ما انت بخير يا حموزه. Looks like some sort of switchblade key holder. There is a button on it. في رسالة زر عليه اكبس. Resident Evil 2 remake او 3 remake وانا ما عنديش مانع. هذه الشغلات البسيطة اوكي يوز ات. اوكي حلو حلو. اللي بشوفها بقولش اصلا Resident Evil لانه الاشكال والرسومات غير، بس هذا النتاتيف في استخدام الانفنتوري ولما تاخذ غرض الصوت اللي بيطلع. اي مين يا ممتاز اتس اوكي. فلافل افتح باب. يوز حمص يلا. ما انا كابس من قبل على الفلاش لايت يا جيم. المشكله هذه الزاويه في اللعب. Advanced research facility. According to the maps of the base, this area shouldn't exist. Advanced Research Facility منشأة البحث المتقدمة. بتقول لك حسب الخرائط في القاعدة تبعتهم المفروض هذا المكان ما يكون موجود. أنا أصلاً شغلتي أروح على أماكن مخفية. ناس مش شارية راس. هو الله اعلم شو بيعملوا كاينين هون. هو الله اعلم شو كاينين بيعملوا هون يا فنونس. ايه وات ذا هيل.
تركت الجزء الأول لأني ما عجبني. تركته لأنه ما عجبني الجيم بلاي، كان صعب وهيك تقيل وما عجبنيش الجيم بلاي. ولكن زي ما حكيت في بداية الستريم إنه إن شاء الله هذا الديمو يكون نقطة فاصلة ويخليني أرجع له وبركع من نال الستريم. Good question. What the fuck are you talking about? Section 8? No, there's still no trace of him. We don't know what the hell it is. Let's find this fucking Anderson and get out of here as soon as possible. ديري بالك يا ريس، هجم علينا إشي. فا بي كيرفول، بدنا نلاقي أندرسون ونهرب. ويت، شو هذا؟ حسان لا تلعب، قصدي لا تخرب، لا تخرب. خلص اللعبة ماشي معاك في التوتوريال، امشي معها. ماشي معاك اللعبة في التوتوريال، امشي معها. بس انا حاسس انها شوي معتمة زيادة عشانكم يعني، لانه هلا لو انا بلعبها لحالي ما راح ازيد البرايتنس، بس حاسس انه بدها حبة. خلاص خليها على الاخر. كونفيرم. صح؟ بدها شوي في البرايتنس. اوه لا هيك زيادة، هيك اوفر، لا هيك اوفر. هيك طلع النهار. اعتقد فيش مجال. شوف هيك. هيك كويس، هيك كويس عشان تشوفوا. ها حاسسكم بالشيء هيك عاملين يمكن انتو. ها no sign of life. No sign of hummus. انا بتذكر بطل الجزء الاول كان يذكرني بهانك. I have no idea if anyone is. Aha! Yes! لازم تعطون رصاص كتير لأن حضيع رصاص أكتر. رصاص؟ Oh, save. Okay. Manual save. Nice. الله يخرب بيتك. بيكابو وعمى نقصتني فلافل. انت بخير؟ Are you alright my friend؟ ايها الوحش المتحمس. رب بيتك. ايش هيك خش في الكاميرا؟ وجع. رادك؟ ريس، everything okay؟ I'm fine but something is not right here. I found some Section 8 bodies. A couple were burned to death. Christ. Those assholes screwed up big time. There are signs of a fight. I wonder what they were trying to escape from. Listen, we're close to that damn briefcase. I don't give a fuck what killed them. I need your ass over here, okay? Understood. On my way. حكالها we are so close to a briefcase? حقيبة؟ تقولك في آثار لقتال كاينة هون. والله مش بطالة للأمانة لحد الآن، لسه يعني انطباع أولي. مش بطالة أبدا. ولك حسان أنت ما بتتعلم. أنا بتعلمش. Nothing works in this place and nothing works in my freaking mind. أنا بتعلمش. أنا بس أمدح لعبة بتخرب. تخرب تنهبل. هلا الوحوش بيكونوا ميكي ماوس ولازم ترمي عليهم بلالين مي عشان يموتوا. هلا بتنهبل اللعبه. راح نحستها تحكيش. Hey, يابا I'm in a weird laboratory. I found more section 8 corpses. Yeah, we also found bodies. Fuckers were burned to a crisp. Anyway, we're moving towards our goal.
located the contact in a completely burned out area. We're heading there now. Okay, I'll join you as soon as I find a way out of here. كل الجثث محروقة؟ مش كلهم محروقة. ايه عليه حزين. ايش هذا الصوت؟ عامل زي الانذار. في صوت بالخلفية بصراحة موترني. حاس حالي في المرحلة الأخيرة من Outlast 1. وينهم Red Barrels؟ أفهم. تعرف إذا لعبتهم الجديدة Outlast Trials هاد تطلع هبلة، رح أبعت لهم إيميل أقول لهم أنتم مش كويسين. أنا نفسي أعرف ليه ما عملوش Outlast 3 بقصة جديدة أو أي إشي. ليش؟ ولا بايو هازادو. What? Equip scanner LTM RT scan. أوه هذا سكانر طلع. توك. لابتوب هارد درايف اكسس فاتت على الهارد درايف. ديكريبشن بروسيس انكمبليت عملية فك التشفير ما اكتملت. داتا داونلود تو دي اي دي بارشلي ديكريبتد انفورميشن. اوكي جزء من التشفير. فولوينج ان ديبث موليكولار كومبوزيشن اناليسيس رام 77 بروف تو بي ميتال وذ يونيك كاركترستكس اتس امبارلد الكترومغنتيك ابزوربشن كابابيليتيز ميك ذس الاي يونيكلي Refinement procedures from its raw state are to be considered fundamental. When refined to its purest form, the bars must be kept at a temperature no higher than zero. In the case of extraordinary potential has been conferred in both civil and military applications. Research carried out by US Progress technicians has brought to light an exceptional... مشكلة في كلام مقطع لأنه التشفير مش كامل. In addition, information regarding the use of provenance of the metal has been classified by Department of Defense. هم قاعدين بيلعبوا بالحقل المغناطيسي. الحقل الكهرومغناطيسي. قاعدين بيلعبوا بهذا الدومين. بهذا الاشي يعني. وكأنهم بيعملوا تجارب كالعادة على هذا الموضوع. بحيث انه يتم استخدامه في الجيش. عم بشوف اذا في اشي مهم تاني. اوكي في اشي ميتل، في اشي معدن، باختصار في اشي معدن كنهم مخترعينه. هذا المعدن حواليه كنه حقل كهرومغناطيسي سوف يساعد في تطوير الجيش. هيك فهمت من كل اللعي المكتوب. هيو هذا هو الاشي اللي بحكي لكم عليه. بقدر اعمل سكان. في صوت بالخلفية صارعني انا. ولا هذا على فكرة مش مخترعينه، شكلهم مكتشفينه على فكرة. شكلهم مكتشفينه لأنه منظره تحسه طالع من باطن الأرض. اوه ماي جاد. انت ليش بتطفي الضوء؟ كنا انا بطفيه بالغلط. ايوه اعطينا اهم شيء، اعطينا رصاص احلى. هات شوت جن اكب جي بي بيك دي سي 12 امو. احكي لي شوت جن امو واخلص. 900 حرف هلا. هي او ريزيدنت ايفل 2 ريميك دي ام سي. تخلي اصبط
كبس. Oh no! Radek, are you receiving me? Radek! في إشي وراكي إنتي. كل طرق الحظر تم تعطيلها بمكتوب أو بالحكى. Attention! All containment measures has been activated. All personnel evacuate immediately. Attention! هذا ميكس. The self-destruct system has been, all containment measures has been activated. في إشي كان وراها هاي. أحلى رويلي اللي اليوم الستريم بالعايته. What's up? هذا فتح. Yeah, okay. على فكرة الديمو هذا موجود على ستيم مجانا فور فري. Oh yes, now he's freaking dead. This can't be happening. Did that weird ball of energy just bring it back to life? I'm done playing. كرة الطاقة هاي هي اللي صحتهم. صوتي راح. هاي خير. أنا بديش ألعب. كرة الطاقة هاي هي اللي صحتهم وانتقلت من جثة لجثة. سمعتوا جسمه هو بطقطق. ايش قصة صوتي مان؟ فهو هلو انت رشاشك راح. حبيت جسمه هو تك 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 كيف بطقطق. بس نايس على فكرة، يعني فرق 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 يس فرق. لا بأس به. ما بدي ألعب. أنا بديش ألعب. أنا خلص بلا فرق بلا سحل عني. أنا بديش ألعب. هذا إيش رشاش؟ الله يرضى عليك حبيبنا. ريلود ريلودك سريع. التخطخين مش عاطل منيح. فرق بينها بين الجزء الأول. في إشي هون. هل؟ يس أركض. رح أنطخ. I'm gonna die. نعم نرجع. شوتجن خرافي. هي هي انت تحبستي يا ريس.
وحيخلصوا عليكي بشكل كويس. She's gonna die. ريس. العيد يا حسان. اسمع. شكله. Ethan. Help. Oh please save. Please. Please save. شو اللي نو. Please save. اللي هون راح. Where did they go? حسيت ان هو اللي قتلنا قبل شوي ولا واحد تاني هذا بده ينط زي الحمص عشان يخرعنا بالفلافل. هاي ها سكت سين. هو ها ايش هاد؟ هذا عامل زي العفن بس مكهرب، العفن الكهربائي. عسيرة أوتلاست على فكرة موضوع كرة الطاقة هاي اللي صحتهم، مش عارف ليش تذكرت بيلي. بيلي تبع أوتلاست 1. يا أمي You're all going to die down here. تذكرت بيلي تبع Outlast 1. مش بيكون في هيك في كرة أو إشي على شكل كروي جسمه الحي وهو بيكون شبح بطير. فرق بين التخطخين هاي والتخطخين هداك. هلا أكرم فرق. انا بس اعطيني شوي اتدرب. انا المشكله بحبش اتدرب لحالي، لانه اذا تدربت على حالي يعني حرقت علي اللعبه. لا بتدرب معكم وبجيب العيد معكم وبحب اتطور معكم. رادك are you receiving me? رادك shit chips. رادك's DID locator is active but it doesn't seem to be moving. I hope. Oh. No. جهاز رائد شغال بس ثابت في مكانه. ابصر شو صار فيه. أنا بدي أسميها رائد أو هداك زميلها بدي أسميه رائد مش ريدك. رائد وهي ريس. خليك ريس. إيه وين بقيتك عمو؟ إجرك مفقودة. إذا إجرك مفقودة نزل خبر على الجريدة عشان حدا يلاقي لك إياها. خسارة يا شيخ. يعني في Resident Evil تصاص هون شنطة مدرسة. Hold B to use. ما رح أعمل use لأني ما انضربت، كنت خايف وبركض. حسان كله صافن. هي 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 ليش ليش سريع؟ came out of nowhere. And what was that noise? ايش يعني it came out of nowhere؟ اجى من هون. قال اجى من العدم بتقول. يعدمك حالك، ما انخرعت انا. انا مستمتع بالموسيقى اللي بتشتغل قاعدة، موسيقى احنا اجينا على الجهة المقابلة. التحكم اضبط من الجزء الاول. وبيحكي وهذا الحكي صادر من واحد فلافل. فلافل بالتحكم. استني استني. شيش. وك احلى كريس يسعدك. شكرا على الدونيشن. يسعد مساك. اوه عم تاكل بروستد حراق. وك احلى كريس وصحه وعافيه على قلبك.
هلا هذه حكت اريا 51، سمعتها بتحكي اريا 51، مش اريا 51 هاي تبعت الالينز الفضائيين ومش عارف ايش. هاي سفينة، هاي سفينة، what the hell. Radek, are you receiving me? Raed. Please respond. I've located the burned out area. Radek, are you receiving me? الأداء الصوتي أيضا ممتاز. الأداء الصوتي مش عاطل أبدا، رسوماتها كويسة، أداء الصوتي كويس، التحكم مبدئيا لحد الآن بعرفش لقدام شو رح يصير كويس، التبديل بين الأسلحة سريع، اللود أو الريلود سريع، التصويب كويس، وهذا أنا بلعبها كنترولر. طبعا أغلبكم رح يلعبها كيبورد وماوس، يعني رح تبدعوا في التصويب، أنا بلعبها كنترولر لأنه بتدعم، بس أكيد كيبورد وماوس للي بيعرف رح تكون أحسن، وغير هيك لسه بالكنترولر ممتازة زي ما شفتوا. تخيلوا أنا بصوب وبزبط يعني خلص. الأداء الصوتي ممتاز. طيب إن شاء الله كمل، لحد الآن أنا مش ملاقي إشي مش مزبوط. لا لعبة بهذا المقياس يعني بدناش نشطح كتير، يعني ما بدنا نقارنها بريزدنت إيفل. مين اللي بصيح في السفينة؟ EX33 حدا صيح في السفينة؟ بدناش نقارنها بالتفاصيل مع ريزدنت إيفل برضو، لا بدنا نكون منطقيين، بس ممتازة لحد الآن. It's nice. Let's go. Safe, please. في إشي بستنانا بالسفينة هون، عبارة عن ميكي ماوس مهجن على دونالد داك، والزعيمة تبعتهم سنو وايت، ونائبة الزعيمة سندريلا. لا تجيبوليش كلاب، تجيبوليش كلاب وأشياء بتنطنط. بكرهها اللعبة. I'm freaking out. في حدا بينفس. انت يخرب بيتك من خاري صار يحكمي. والله سفينة شكلهم مطلعين اشي من قاع البحار. اللعبة رح تنزل بشهر 8 يا أنس، بس والله مش عارف شو التاريخ، بس بشهر 8 شفت أوغست. افتح على ستيم وشوف وقلنا. شوف على ستيم وحكي لنا في الشات. لا أنت حمارة؟ ريس أنت ما بتفكرش كويس؟ أنت سمعت الصوت اللي طلع من هون؟ بترمش قاعدة هيك، بتقول لي آه 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 شفت، بس أنا هبلة وبدي. الله يستر بليز. في حدا بتنفس، في حدا بتنفس، سمعتك سمعتك. يعني هم زومبي مكهربين. I'm here. We're getting out of here. حي الله كلير. I'm here بتقول لي كلير. أحلى كريس، ومسا الخير على جميع الحلوين اللي بالتشات، ومسا النور على كريس الجميل اللي باكل بروستد لحاله قاعد ولا قابل يوزع ويطعمي. وفي حكات أها هاي بقيت البروستد. فراخ. أوه نو أوه تعملوناش حركة نيمسيز، هادش حركة نيمسيز هلأ يمكن لما سحب جيل من شعره وقالها تعالي يا بيت ده انا اللي حربيك يا بيت. متذكرين المشهد تبع 3 ريميك؟ وحقطعك حتت يا بيت، متذكرين المشهد؟ وقتها نمسس كان معصب. شدها من شعرها.
حد شدك من شعرك انتي؟ اوه ماي وال ايه اجر الزلمة اجر الزلمة اللي كان فوق اسمعي خديها يا نوبك ثواب لزقيها في الزلمة هذاك خليكم في لغز تجمع اعضاء وحش اجرين ايدين بدل اقول لك شكرا جزيلا ميشن اكومبليشت ايش في ايش صاير هون وال هذيك الكرة راحت تصحي حدا الموسيقى اشتغلت خدي احلى شوتجن اسمع الشوتجن خرافي مش عارف هو هيك قوي في اللعبة ولا مطورينه عشان ديمو مش عارف هي فيها ابديت ابجريد معرفش المهم الشوتجن قوي فايش خليه لزنقة ممكن نهاية الديمو يكون زعيم ولا اشي كرة الفلافل هاي دعش بديش انا انت حمار ولا بغل ولا جاحش ملا ايش اللي صار شو من وين هذا اجى من هون ايش اللي هون انا بعتذر لأدنيكم والله ايش الحركة الهبلة هاي في الله يخرب على فكرة حركة حقيرة ولكن اقدرها كل التقدير حركة حقيرة لخموني بالجاكيت هذا جاكيت معلق لخموني فيه وجابولي واحد من هون حركة حقيرة واطية بس ممتازة أقدرها تقدير الحمص ممتازة هذه يعني مش سهل إنك تبدع في طلع يس فكرة جمب سكير ممتازة أخرب بيتك عندي إحساس إنه المطور نفسه في يوم من الأيام كأنه فات عبيت ولا فات إشي على مكان وانخرع هو من جاكيت كان في جاكيت معلق فخاف منه فقال لك هات نحط هاي الفكرة في اللعبة فعم حطها هاي الله إيفا السلام عليكم حسان نشكرك كتير الفترة هذه في تنوع رهيب من الألعاب الله يقويك ويعطيك العافية على كل مجهود بتقدمه إلنا وك الله يعافيك ويسعدك شكرا يا إيفا على هالرسالة الأكثر من رائعة من القلب أريغاتو عندي إحساس أن المطور انخرع بحياة الشخصية نفس هاي الخرعة شاف جاكيت صرعه كولكتابل يس ان شاء الله بلاتينيوم في هذا الديمو انا ناوي على بلاتينيوم هاليوم على الديمو هذا بلاتينيوم ايش في هون ليش قلبت ديد سبيس؟ بلاتينيوم يلا هاي جبنا اول كوليكتبل اول واخر كوليكتبل سمعت صوت اشي بطقطق والله لحسة مخنا ريزيدنت ايفل عجب What the... I've never seen anything like it. شعاع من الضوء الغريب مكان مش بهديد سبيس الموسيقى اللي طلعت للكوليكتبل هاي موسيقى كلاسيكية قديمة للفضائيين مش عارف ايش احنا طلعنا من السفينة
زاوية الكاميرا هاي بتخوف على فكرة، بحسسني انه في لقطة من اللقطات في اللعبة وهي نازلة هالنزلة ايش رح يسحبها. فلافل راح ياخدها. او كأنها عملت اوتو سيف، عملت اوتو سيف، اشارة الاوتو سيف فلوبي ديسك، فلوبي ديسك. والله انا الالعاب اللي من هالنوع عن جد بكون بتمنى انها تنجح، عن جد تنجح وتعجب الناس، لانه هدول الناس افكارهم في شيء مشي، افكارهم من افكارنا وذوقهم من ذوقنا، بس اهم اشي ما يكون في طمع، ويجيهم فلوس بس ما يكون في طمع ويستمروا. اوكي صح. يما بسم الله فريكين اوت. احلى كريس. هاي الشخصية بتشبه شخصية طلعت يا اما بمسلسل Resident Evil Infinite Darkness او فيلم انيميشن لResident Evil، شكلها مألوف. Infinite Darkness قصدك يمكن البنت الاسيوية اللي اسمها مي تشان تشين لي زان تبعت ستريت فايتر اعتقد. هديك شعرها اسود وهيك ايثم. اعتقد Infinite Darkness. على فكرة احتمال ايش في؟ في اشي بركود؟ احتمال بس ينزل فيلم. يما ليش حمر؟ ليش حمر؟ كريمسون هيد؟ ران؟ ران؟ ايوه وي هاف تو موف جيمي. ولك الكم ولك لا ام ولك خلاص اوكي ليتس جو. يا كلاب ليش هيك؟ ولك ليش هيك؟ ليش كانوا يظهروا في الكاميرا ويختفوا؟ يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. شي ها؟ لا قصدي لأنهم كانوا بعاد، قصدي لأنهم كانوا بعاد فقير تقرب وصار يعمل لي بس تخبيط. ولا انت وياه بعدين في منهم احمر كريمسون الكتريك هيد. يا اوكي خرب بيته. ما فهمت. I can't hear them anymore. It's like they just disappeared. أصوات مزعجة. تهل. أو في إشي هون بقدر أمشي. أوكي نايس. أفتح لهم الباب عشان يتفضلوا. بس يعني حس الضيافة عالي كتير عندها هاي ريس. الأحمر أقوى أكيد. لا مش مواجهة، ما هي حكت. Rodic's locator is nearby. He must be around here somewhere. ما هي حكت I can't take them all at once أو I can't take them by myself إيش زي هيك. I have to move on. هي حكت. حكت بقدرش أقاتلهم، لازم أهرب. فيش قتال يعني. Anderson audio log. Listen. Damn it! This is not how it was supposed to go down.
We had a deal. You guaranteed a clean extraction. And now you've sicked your goddamn bloodhounds on me? Shit. Those things are everywhere. They're snatching people and dragging them away. Hey, you there! Hands on your head! Identify yourself! Jesus, take a chill pill, ladies. I'm the least of your worries down here. هاي أندرسون الحزين. هذا اللي حكى اللي حكى عليه زميلها ريدك بده ينقذه. بقول لك إنه أنتوا وعدتونا بعملية إخلاء نظيفة سريعة. شو اللي عم بيصير؟ بإيش ورطونا؟ أندرسون. بقول لك شو هاي الأشياء اللي بتركض في المكان يما؟ رادك. هاي رائد. No. Oh my God. Are you all right? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8 guy there before us. They tried to negotiate. They didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out this of Anderson. This is not how I imagined my first day. Of his arm. He showed contact? Yeah. Kind of took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... That guy, the one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. Who are you talking about? He was Section 8. Foster called him Gora. He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but he wasn't fucking around. He and Foster seemed to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking... trap. Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gora does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it like it's the holy fucking grail. Jesus Christ, Roddick. Haven't you seen what's out there? Yeah, I have. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientist with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right what? Now. What? No way. Get back out there. You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here. Are you kidding? You can barely move. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. They broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not! Are you serious? I am giving you an order, Reyes. Listen. Do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here! Reyes! Open this goddamn door! Nice! Okay! والله اندمجت! Nice! Sorry, Major. I'll be back for you later. Now, Foster doesn't have any kind of locator. How the hell am I supposed to find him in this maze? Okay, يعني حاليا في هذا المكان في جماعتين. في احنا جماعتنا هذه هيديز. وفي جماعة تانية اسمهم سكشن 8.
سكشن 8 هاي جماعة تابعة بشكل مباشر كنه للحكومة الأمريكية. هلا من جماعتنا في كنه قائد اسمه فوستر، ومن جماعتهم في واحد اسمه جورا. هلا شو العلاقة بين التنين وشو مهببين؟ الله أعلم، لأنه هذا القائد ريديك حكى لها إنه فوستر مخبي كتير أشياء وابصر شو وضعه. هي حكت له احتمال يكون سر هدول الوحوش مربوط بالمادة الغريبة الكهربائية اللي شافتها بالمختبر. وحاليا احنا عنا شغلتين، بدنا نلاقي فوستر القائد تبعهم، وبدنا نلاقي البريف كيس. ايش اسمه بريف كيس؟ بريف كيس معناها حقيبة، بس بعرفش اذا هذه نيك نيم لاشي ولا لا. بريف كيس، بس مشهد جميل والله. مشهد كويس والله، حلو، اندمجت انا. الرسومات مش عاطلة ابدا. اوكي، شو رأيكم بالموضوع لحد الان؟ احلى شوت جون. شو رأيكم بالموضوع؟ او انا والله مبسوط بصراحة، مبسوط، انا مبسوط، مش بلاقي اشي يخليني مزعوج. It's nice. That's not possible. عبد الله جد. Who are you? And what are you? هذا من جماعتك، هذا من جماعتك، مكتوب هيديز. بتقول له انت ايش؟ انت مين وانت ايش؟ هذا غورا، هذا غورا. أو ويت، في حبيبنا كريس. ويت، أوكي ريس، هذا كنه غورا اللي تابع لسكشن 8 ألبا ديد سبيس. نواقف، شكرا يا كريس. أول إشي كمل السالفة حسان، بس ينزل الفيلم إيش؟ بدي أحاول بس ينزل الفيلم تبع ريزيدنت إيفل انه اسجل ردة فعلي عليه، وردة الفعل رح ارفعها على التليجرام. ما رح يكون في اشي على تويتش لانه الموضوع خطر، خطر ومليء بالفلافل، ما حيزبط. بس احتمال اصوت يعني اسجل وارفع الرياكشن على التليجرام. التليجرام هيو بصندوق الوصف على فكرة. هذه شغلة. وصح ايثن، فعلا ذكرت مشهد كريس وبيرس. open the goddamn door. اخر اشي صح. I hope this proton pack thing works. هلا هذا غورا، هذا غورا بقولها اسمها يا عمي، الأسلحة اللي معك على الفاضي، انت بدك سائل النيتروجين شكله للتجميد هذا عشان تقدروا تقتليهم. امشي على الطريق الصح واسمع الكلام عشان ما تورطي. فروست سبراي. يا فريزر. بعمل ريلينكويش.
Nice animation. Okay. يا حسان ايدا حذفوها من Resident Evil 8. نعم. صحيح. والله نايس. صار معنا سائل نيتروجيني سيساعدنا في القتال. مش هينة، لا مش هينة. شخصيتها قوية سوبر هيديز. بس هداك دير بالك، هداك اللي اخذت منه سائل النيتروجين. وات بلاتينيوم. الموسيقى شو تقول؟ اللي اخذت منه الجهاز بتقول له انت ايش، انت مين. شكله واحد كان بسمع كلام غورا بس مات لانه حامل هذا الجهاز. Frost grip fuel cartridge. Hold LB to recharge. Oh no! يا كذابين الشاي. استخدمناها. بديش ألعب. ما كانش في داعي. والله. LT press RB to shoot. هي اذا بضلني ضاغط واذا مش ضاغط. انترستينج. نايس حبيت. فيري نايس. This gift is all I need. لا احلى كريس. لا هي حسان عادي، اصلا رساله الدعم ما بتيجي الا بالكت سينز او الاماكن المهمه. وخذ راحتك الله يسعدك. بس عشان مرات بكون غاطس فما بنتبه. There must be a way to deactivate the security falafel. It displays a high temperature warning for fuel pipes. Oh, درجة حرارتهم عالية. Okay. يعني أعمل هيك. A2. الصوت. كمل كمل كمل. يا غشاش. يا حسان. وفق فلافل عبدك. رد رد رد. النحس ده في وقت كنه سكر علي الباب عشان اضحك. بتضحك ها؟ مسكر الباب. ياه في ناس متقطعة. Whoa. Let's see what else I can do with this thing.
Use the frost grip to shatter frozen enemies. What? بس بيستهلك. وعلى فكرة شوفوا ديروا بالكم تحت على الزاوية اليمين، اوكي احنا عنا رصاصة تجميد، بس جنب رصاصة التجميد في كمان شغلتين. ليش هيك فاتحت امه هاد؟ سكرت امك. اوه معي سكرت امك بقول سكرت امك. اللعبة حلوة انا اوافق. ياس بقدرش اضرب لانه معيش تلج. الله اوافق. اوه هذا الحزين اللي حاول يقتل. طب لو عملت هيك أو. الله انها مش بطالة ابدا. هاي شوف شو تأثير التلج على الوحوش. هل لازم اضرب اكتر من مرة ولا مرة واحدة بكفي اللي هي الرصاصة؟ والله very interesting. ان شاء الله بنلعبها بس تنزل. الجزء الاول حلو أليكسيا، انا غلبني كتير التحكم فيها، يعني اللي خلاني ما اكملها اللعبة الجزء الاول التحكم. الجيم بلاي كان فلافل. بس شكله تعلم الفريق الاول. هذا اللي بحكي فيه، انه يعني في ناس بتحس انهم حابين يتطوروا بس ناقصهم دعم، فانا هذول الناس بتمنى يندعموا يس ويكملوا، لانه بيطلع معهم اشياء. بتقول لك الوضع كله هذا شكله متسبب فيه فوستر. شكله فوستر من من ال من وقت ما هم بيعرفوه العبان. Backup request. Anyone read me? Is this thing working? Shit, they're down here too. Having casualties. They're wiping out the whole platoon. Sarge is MIA. Double try Gore again. We're chasing that bastard. Fuck there. شو اللي هجم عليه بالآخر؟ فيل؟ شكله فوستر من جماعتنا وغورا من جماعة سكشن 8. شكله كل واحد فيهم جايب جماعة من طرفه عشان يوصلوا لهذا المكان زي يجربوا عليهم كيف ما عمل وسكر مع ستارز. في شيء هجم عليه بالآخر، يمكن وحش الفلافل المتوحش. I can't go any further until I realign the platforms. Realign the platforms. نعمل سيف. بدك تضبط المنصات. هوني. I can't go any further until I realign the platforms. المصعد هون بتقول لي. The hell? Feels like I'm on the set of one of those crappy Area 51 movies. Is US Progress building those weird looking planes? بتقول لك انا حاسه حالي بفيلم له علاقه بالفضائيين وهيك. بتقول لك الحكومه الامريكيه بتبني، هي اللي بتبني هدول الطائرات الغريبه الشكل.
عن جد اريا 51 كريبي موفيز كرابي موفيز حكت. هي حكت انها لازم تظبط المنصات. قبل ما تفوت انا خايف. والمكبرك مكبر هالاشي الشاحنة الشاحنة. ها في حد بده يتحيوان وينطنط. اوفررايت كيبل كيبل اتش دي هذا كان عندك شاشه بدك تشغليها. ايوه come on Reyes, only one left to go. One left to go. Okay. مخطط الطائرة. كنا الاشي اللي وصلوا له اكتشفوه بدهم يستخدموه عشان يشغلوا هدول الطيارات الغريبة. Notice the staff note for assembly line workers use extreme caution when operating the main platform of the elevator system. As predicted, the center block brake has now worn out completely. This means that if you load too much weight, the piston will overheat and platform will collapse. I'm still trying to convince the survivors to look up from their goddamn computers for a minute to see what's going on in the real world and maybe track down the spare part I requested 2 weeks ago. For now, keep load weights to minimum. Okay, في أعطال. في أعطال بدها الصيانة. المنصات اللي عم تحمل كانت وزن معين حاليا مش قادرة تحمل هذا الوزن وبدها صيانة. Follow this procedure and be careful. Medical insurance doesn't seem to apply down here. If there is an accident, you'll probably end up getting buried in a discreet ceremony in the middle of the desert. احنا في صحراء. احنا شكلنا في صحراء. طيب. هي حكت one left to go. عاد انا شفت المنصات كلها ارتفعت. يس احلى اشي تكون الطرق مسكر. سمعتك وينك. وين تك تك تك. اوكي احنا شكلنا رح نلف اللفة. تعال تعال بدنا نجيب بلاتينيوم في الديمو. بديش اجيب بلاتينيوم في الزفت. ها اوكي. That's what we need to do. ولما تطلع الفرقعة الكرة كرة الطاقة بدك تجمدها عشان ما تصحلكيش حدا تاني. أنا وين رايح؟ أنا غاطس. شيش الصوت عالي دام. عم بديش العب في حد. او احلى رصاص. لك جوها صرع. جينا لطيارات اريا 51. في اتصال. لا في سكان. في اتصال قال. يس
Designer's note. طيب كمل. Project Hoax. For real. They couldn't have come up with a more appropriate code name. Given the work we're actually doing down here, if constructing the most advanced aircraft ever conceived isn't going to be called a hoax. Hoax معناها هيك خرافة أو إشي مش... Hoax معناها زي كذبة. اسم المشروع Hoax. يعني كذبة. لف ودوران. مش عارف شو الكلمة اللي بالعربي. بس وصلت الفكرة. Okay. And right in the middle of the Nevada desert. احنا في صحراء نيفادا. Well, under the Nevada desert. Okay. So come easy, you want to know where you can shove your spy planes now? Thanks to RAM 77, what was only a dream is finally becoming a reality. Aircraft constructed with a metal alloy so unique that it makes them particularly invisible. الطيارات هاي مصنوعة من المادة اللي اكتشفوها اخترعوها اللي بتخليهم يعني بشكل عملي ما يبينوش نهائي invisible. Nice. No radar in existence can detect them. Our next stealth fighters could drop bomb on the Kremlin and the Russians. I've been coordinating skunkworks all my life, but Trump 77 has pushed the agenda forward by more than a century. Following on from the F and our recent work on the Remora, the tinfoil that hat brigade keeps saying we're working on UFOs at Area 51. Well, they may be onto something. باختصار هذا المكان حاليا اهم اشي صنعوه فيه هدول الطيارات اللي ما في اي رادار ممكن يكتشفهم وراح يستخدموهم لحتى يعملوا العمليات تبعتهم الحكومة يعني وهم مصنوعين من المادة اللي اسمها رام 77 اعتقد المادة هي اللي اسمها رام 77 مادة الله اعلم شو هي صنعوا الطيارات بس شو صار بعد هيك صار في زومبيز بكهربوا ما في خريطة لا كبست كل الأزرار ما في خريطة أبغريد إيه Range increased. A more powerful pressure mechanism allows for a longer spray range. السبراي تبع تبع التلج هذا بيغطي مسافة أبعد. والله فيها upgrade. The station will be disabled after the upgrade. هاي المحطة راح تتعطل بعد ال upgrade. يعني بدي أختار إشي واحد. An improved cooling system increases the freeze effectiveness. بتزيد فعالية الطص. Larger canister allows for a moderate increase of the tank capacity. بتزيد الحجم. A new filter increases the speed at which the liquid recharge. Oh, بتزيد ال recharge. هاي مهمة. بتزيد الشحن. هاي مهمة. Yes. صار offline. صار offline. كنها محطات ال upgrade. تعطيك خيارات شو بدك ولو بتختار واحدة وخلاص وبتكمل والله نايس اوكي نايس الشحن يعني بتزيد السرعة يعني سنجرب يب صارت اسرع نايس Puzzle, left, right, confirm. شيني. إيش صار؟ ليش عطان صح؟ اوكي بدي اعمل نفس الاشكال انا عملت اول وحده وانا مش عارف شو عملت كالعاده عملت اول وحده والباقي مش عارف شو عملت اوكي بدنا الاشكال اللي بالنص بدها تساوي الاشكال اللي فوق يعني مثلا هيك بدنا نجيب هديك هلا
Oh, I see. That's nice. لا او انت صرتوا لحالكم. لا بدي انا مش هيك. استنى بدي يكون في بين التنتين واحدة سودا. زي هيك. نو استنى 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 جرب الثاني يا حسان. هلا ايوه يلا تعال. انا بحب انه كثير بتصير معي يا زلمه الاغراض قال الالغاز في بعض الاحيان تزبط معي من اول مره بكون بكعكش انا وبشوف شو ممكن بس ليها زبطت وانا مش فاهم شو صار. نو حسان غلط. والله تجمد. What is it that you fight for, comrade? شايف اللعبة الديمو متوصين فينا فيه. متوصين فينا يا كريس. عشان يعطونا فكرة كويسة عن اللعبة ويشجعونا نشتريها. لا بس كتير متحسنين عن الجزء الأول. يا ربي ولا لك عبا. هلا انت بدك توازن بين حركة الكرة وسرعة ضرب الكرة الثلجية تبعتك، لانه هي بتاخد وقت لترمي الكرة الثلجية وهديك سريعة. دام اتس نايس. يا كلب الحمر يا حمار الحمير. فيها كاونتر اتاك انك تجمد بالضربة الحمصية اللي بتضرب.
feel like dead. هو ما بيموت؟ ها! ماي جاد انا قاعد لازم اروح يا امي هل هل يا ربي سريع ولك حل هذا شنون؟ ما هو أنا مش عارف أتل وال وال يا ابو كرشة انت بدي استنى الشحن بدي استنى شحن السيارة شحن الحق This. Shh, he teleported out of nowhere. This is getting worse and worse. بتقول لك انتقلوا فجأة من العدم. اجوا من العدم. They teleported out of nowhere. عملوا teleportation من العدم. إذا عمو الأحمريكا بدك تستنى شحن التلج تبعها ليكتمل عشان تضربه تنتين تلج يتجمد وتفقعه كمان بوكس. لأنه هذه الحركة بتستهلك كل البار اللي تحت. دام بس على فكرة حلو اكذب واقول مش حلو لا الله حلو ممتع حمص فلافل تبولة شو هو اللي بروكن عملنا المنصات المفروض صح؟ أنا فلست هون لا والله ما فلست أنا مش عامل ريلود ماي جاد خلصت؟ احنا في مدينة في بلدة
Thanks for playing. رهيبة. رهيبة. والله thumbs up. Thumbs up. رهيبة، حلوة، ممتعة جدا. شفتوا كيف رمت قنبلة التلج ورمت اشي على الارض تجمد لما مشي فوقيه؟ المكان تغير، بطل محل ما احنا، صار بلد كنه او اشي. شكله فيه تنويع بالوحوش، شكله فيه زعمة. والله ما عنديش تعليق غير انه انا متحمس العبها معكم شهر 8 ان شاء الله. طيب اصحابي احكوا لي شو رايكم في الشات على بين ما اجهز ديمو تاني. احكوا لي شو رايكم في الشات. ويت، هذا كوليكتابل، هذا كوليكتابل. اخذت اشي اسمه اسو ايفو. طيب هدول اللي طخيتهم كوليكتابلز. طيب عبين ما اجهز اللعبة الثانية احكوا لي شو رايكم بالله بالتشات. بعدين اللي بده ينزل الديمو من ستيم يسمع الموسيقى اللي في المينيو لانها عن جد حلوه. حلوه صح. يلا ريبيكا وولف، نادي وولف، بشاير، لطيف، رهيبه صح. لا مش على البلاي ستيشن 5، هذه على ستيم على البي سي. 10 على 10 بتقول جي جي. ياس عبود. بنرجع بنرجع ان شاء الله، بنرجع لريميك 4 اكيد بنرجع، بس اخلص الاشياء اللي انا حابب اعملها معكم. اوكي هلا حاليا رح نلعب ديمو تاني للعبه اسمها ذا رينوفيتر اوريجينز. رينوفيتر هو الشخص اللي بيجدد بيته، اللي بيجدد ديكورات بيت، ما ديكورات بيت اسمه رينوفيتر. هلا شو في كلمه عربيه تقابل هذا هاي الكلمه بالانجليزي ما بعرف، بس هيك معناها رينوفيتر. اوريجينز اصول، وعلى الاصل دور. انا بدي اتاكد انه كل الحمص فلافل. وي ار فاين. هذه نصحني فيها حبيبنا ظفيري. احلى عبد الله هي هون ظفيري. ليتس جو مان. The game was created by Renat Fanavisvis. This demo demonstrates the central. لك مش بقرأ. أوافق يا عبدو، فيها تنويع بالأسلحة، موضوع التلج هذا زادها حلاوة، بس مش لدرجة إنها تحسسك. مش لدرجة إنها تحسسك إنها لعبة سوبر ناتشرال. حاس حالك. Я узнаю это место. Вроде бы это квартира, в которой вырос мой отец, но как я сюда попал? كنه ايش بحكي روسي؟ وي تها؟ هو في بيت ابوه اللي استنى. تعال يا روسي معلم. لانجويج انجلش. اي دونت سبيك روشن. هيلب. ظفيري هي بالروسي؟ بحكي روسي الزلمة؟ طيب اوكي. اوكي هذا الزلمة في بيت ابوه اللي تربى فيه. يعني دار سيدك. Oh, it's the same toy from my father's childhood. Only it looks new now. Still no less creepy. لعبة ابوه من هو كان صغير، بتخوف. المطورين من روسيا. اوكي. ما في سبتايتلز؟ في سبتايتلز، هيها طلعت. انا بلعب على الكنترولر على فكره، شغال الكنترولر. هيها بركود. والله شغال الكنترولر، نايس. طيب استنى شوي، هلا استنى حسان. احنا في بيت البابا، وهذا الزلمه كانه كان مرمي على الارض. وصوت بلش يروح. جيش كونوم بتش، يعني معناها بده مفتاح.
أنا على فكرة حلقي بيصير هيك من المكيف. شنك بحبش المكيف أنا. بس مضطر لأن هش الغرفة بتهب. شيش كبش بش يعني يبي له مفتاح تش تش تش. آه أوكي. لا مش ناقصة. المطبخ العتيق. Черт, надо заменить лампочку, иначе в темноте я ничего не найду. شيش كباب بالحمص, شيش كباب بالتبولة. هذه معناها, أنا بحكي روسي حاليا, دير بالكم. شيش كباب بالحمص, شيش كباب بالتبولة, معناها الكهرباء طفت, بدي أغير اللمبة وعلى إني مش حاضر أشوف في الظلام. لا تستغربوا إني بحكي روسي. مفاجآت هاي. هذه حاسسها حتنط. الله ينور عليك. صوتي بيروح. انتهى. كيروسين لامب looks shabby but probably still works. اها هاي كيروسين لامب تيك. اخذتها؟ اخذها والله. طب كيف بقدر استخدم؟ يوز not enough كيروسين. او Okay. I will help you son. Find the family ring. راح أساعدك يا ابني جد خاتم العائلة. Это мой отец. Он хочет выяснить, что прокляло нашу семью. هذا أبوي بده يلاقي مين اللي لعن العائلة. عائلتكم ملعونة فهو بده يشوف مين اللي لعنها. شكله هو. Нечем поджечь. نيم باش باش بش معناها أريد ولاعة. كيف؟ بحب هاش ديد آيلاند. شيش كباش بش معناها أريد ولاعة. تستغربوش. أو هاي لمبة نايس. بيت أهلك قديم معلم. مقص. اوكي كبريت ماتشز يس. طب شعل هاي في عدد معين. تعال. اوه في في هلا بيجي ابوك. او To use the lamp, you need kerosene. The kerosene in your inventory will gradually decrease when the lamp is in use. To put away or take out lamp, press T. هاي T. ولا مش هلا. طب بقدر أطفي الشمعة وأخذ بدالها كبريتة. استنى اشعل الكهرباء من برا. في حد فتح باب؟ ني بدايتس. ني بدايتس معناتها الباب مغلق. كيف انا معكم؟ احكوا عني عاطل بترجم لكم بالروسي. ني بدايتس معناها الباب مسكر. بس لا تقول لي غني. هذا ايش؟ نايس اخذته. اما انا بتفوتش بيوت على فكره, بفتح كل الخزاين ولا بسكر اشي. ها نيبا دايتس احلى كيروسينس. طب بقدر مثلا هيك كومباين. طب بقدر استنى. اوه لا سكره. طيب لا اذا هيك قرب لي الكيبورد. استنى شوي لانه حرف التي هذا بعيد عني. استنى ورشه ورشه. نيبا دايتس الباب مغلق.
ابعد عني. استنى يا باب. نبتايتس. Клетка с каким-то странным механизмом. Механизм, мама. It's a هذا بقول لك قفص بتقنية غريبة في الإغلاق تبعت حقة الباب. في ناس ميكانيزم ماما هيك حكى. عبو إيش بيقول؟ ترجم هاي بالروسي. أنت كاتب حسان أحسن ستريمر وأحسن يوتيوبر. أوه شكرا يا عبود هاي بالروسي كاتب لي إياها شكرا والله إنك مزوي. هات سكت لحاله. كمل كمل. شكرا شكرا على الروس اللي مدحتني فيه والله انك رهيب. سكر سكر خلاص شوش. طب احنا جبنا اللمبة البامبا. Что? Откуда здесь взялась кровь? Ашко, а резузи барабин тарташ المية على الارض. هذا كله بالروسي. Ашко, мин резузу базузу. هلا زوزو بزوزو معناها مين اللي مين اللي طرطش الدم على الارض؟ يعني من اجى الدم؟ هو زوز الزوزو. هو زوز الزوزو. احفظوها هاي الجملة ممكن تستخدموها. هو زوز الزوزو بالروسي. Oh my god. هوزو زوزو باكا زوزو باكا زوزو تهو تشلعب. нужно узнать что за этой дверью. نيش نانيز رزيز بريريا معناها بده يشوف من ورا هذا الباب. نيش رزيز بريريا معناها بده يشوف اشوف من ورا هذا الباب. انا ما بدي العب. I'm freaking out. The hell? Small chest. My father liked to store things in small containers. Oh. بده مفتاح. أبوه كان يحب إنه يحط أغراض ب أو. طب. يحط أغراض لإله في علب صغيرة. بس هالعلبة بدها مفتاح. أوب. طب. معناش كيروسين. هو زو 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 بس زو زو. شو هذا؟ يي! To get a better look at an object or see what... آه طيب بريس. يما The hell is going on. هو زو 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 بس زو زو. ملك نص لتر. Unusual packaging. شكرا عن جد علبة غريبة. يعني هذه من أي جهة بتفتحها بتطسطس على أهلك وبتطسطس على حالك وبتخرب الدنيا. يعني أسوأ من هيك علبة لحليب ما في. أو لا والله لا ليش حسان بتجيب مقص؟ ما هي نص لتر. بتجيب مقص ومن طرف الفسفس وبتصب. بس قصدي لما ترجعها. حل عني اللعبة وين وأنا وين؟ canned food. اوكي ايه ده مخلل. اوكي ايه يا سلام. بس والله الرسومات رهيبه. رسومات نايس. زو 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 زو. اوه ايوه ماتشز. او كان اوبنر. خذ الماتشز. وهاي اوكي لا بدش اياها زعل. هو زو 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 مين طرطش الدم على الارض دو دو. طب احنا كيف بدنا نحط هاي كيش تغير اللمبة. انا خايف يكون فيش كير. هيه كيروسين كيروسين. Hell yeah. شايف يا حسان؟
اللي بيسأل اوه هذه مفرمة ولا أداة لضرب الأطفال طيب think الزلمة اللي ركز يا شعر الطويل يا شعر دام في جرس زي هيك بطل موديله هذا الجرس خلط شو الصوت احلى كريس شايف ما احلى مدة اللعبة معلم هاي جبنة حروزي كريس انت قاعد بتوقعني بفخ لاني حاسس حالي حاحكي الكلمة غلط وحتصير تضحك علي جبنة حروزي ولا حروزي ولا حروزي не поддаётся. Не поддаётся. معناها ما بيفتحش الباب. Не поддаётся. معناها ما بيفتحش الباب. كريس على فكرة فلبني. ولك يا بطلوها الأسلوب البطيء. ما تعطينيش سلو موشن. أنا ما بحبش الكلام ده. حمام. الله يخرب بيت خيالك اللي على الحيط صرعني سكر سكر تبذير نيبو ديت حمامك مقرفت روح نظفت في اصوات غريبة بدي اعليلكم صوت اللعبة اكثر لانه صوتها واطي وها اذا انخرعت وانا ما دخلني مين دق الجرس مدري ما بحكي لي الباب مش قابل يفتح اوه اتس ا كات سين شخصيتنا مبينه مش بس شي حركات похоже выбило щиток в подъезде بكا بكا بش بش معناها انه صار في خلل في الامان تبع الكهرباء فطفت الكهرباء هيشي بيشي بيكي بش بش هاي معناها حرفيا بالروسي مفتاح من الطين ممكن انطفه بالمي شاكا باكا بش بش معناها طفت الكهرباء فبدي يشوف الوضع ناوي هاي مي شاكا باكا بش بش يوز يا اوكي نايس سكر المي دشعها زي الفلافل شاكا باكا بش بش فيش كهرباء طب وين ايش بالنسبة يخرب بيتي انابيل على بيت العاب كتو ازديس هو سازاي هاسبك بيسي مين هاد مين في هون انا بحب احكي روسي واترجم عربي عشان تتفاجئوا انت حتنط يا ربي يا رب انا بديش العب مين اللي بركض الله اكبر اوكي عم نسيك هنا حل يا زلمة تك 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 مين اللي بركض؟ شكلها خلفة أبوك السودة هي اللي لعنت العيلة مع احترامي انت والخشخشخش بش بش تبعتك شكلها لعن اللي لعن العيلة خلفة السودة المنيلة بش 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 بقول لي حل عني افتح الباب يلا نو نيد أكي احنا معنا كي خربيت صوت الركض صرعني ذكرني عن جد بأنابيل واللي هو كونجرينج بش 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 زكزوكو بكزوزو لإلك؟ والله فتح الباب فتح الطاولة فتح الجرور فتح الصندوق تهيو شاكا باكا بش بش تأخذت ايش اخذ؟
jar, a porcelain jar. All grandmothers should have a porcelain collection. I should drop. I'll stay, wait. ولكن لا 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 مش عم بشيل ال... خاتم العيلة القديم لجده. In a difficult moment, the ring will help you find the way. It will start to glow when you when the desired item is nearby. To remove the ring, press T. قال الخاتم لما تقرب من ال من ال الغرض اللي أنت بدك إياه. I'm شايف. طب كيف بقدر استخدم الخاتم؟ طب انا شو مطلوب مني هلا؟ الخاتم بس اتقرب. فتحت الدنيا. ابو شيكا بكا بكا تكي تكي تكاتوكو معناها انه الكهرباء شغله اشتغلت لحالها. بقول شكا شيكي بكا بوكو تكا تكي تكاتوكو بالروسي معناها انه الكهرباء اشتغلت لحالها. ويلي دايما. طب اسمع انا مش عارف اشغل الخاتم. هي اشتغل. حط يوز. شكا تكي تكاتوكو بكا بيكي بكا بوكو معناها انه الكهرباء اشتغلت لحالها. مين هذا المعصب؟ والله كريبي. This is creepy. يا عمي انا خايف. بكا بيكي تكاتوكو. اسمع اشعل. شغال الكهرباء. اشعل 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 كل اشي قبل ما تعمل. هون الدنيا ليش كتير عتمة؟ تخيل طب المطبخ. لا طيب بدنا نشغل الخاتم. شو يعني؟ وات وايش صار؟ ايش صار؟ يا إلهي. Какого черта? Что со мной? Здесь все будто нарисовано. Эй, тика-тика-тика-пока-сосо. Манаха, но кули шихон марсом, боллак. Тика-тика-пока-пока-сосо. Кучи марсом. Надеюсь, через мольберт я смогу вернуться в квартиру. خلال الرسمة رجع على البيت. أوه. دخل اللوحة. بدك الصراحة معلم ما توقعتها هيك أنا. Part of the diary that my father kept. جزء من يوميات أبوه من هو صغير. My favorite pastime. Is looking at pictures and imagining myself inside this world, a world where I can be anyone, traveler, ruler, brave pirate. I love to write stories about how I discover new lands or go in search of treasure on a huge ship. When I grow up, I will definitely work in a museum, like my dad. هذا أبوه كاتب في يومياته وهو صغير إنه أنا أفضل وقت عندي لما بتطلع على الصور وبعد أتخيل حالي إني داخل عالم هذه الصور.
أكون مسافر، حاكم، قرصان، وأعمل قصص وأستكشف أراضي وكنوز. لما أكبر أكيد رح أشتغل في متحف زي أبوي اللي هو جد هذا الزلمة. كأنه كابوتو حقق لك الحلم. كابوتو من ناروتو، محقق الأحلام الفظيع. أوه استنى، شغل الخاتم. الخاتم أعتقد حاليا وضعه ساعد يمكن. اللعبة صارت عالم مفتوح وبتعب عمه. بتعب. حسيت بحرارة من الجو. على فكرة أعتقد إنه لازم أرجع. أعتقد إنه لازم أرجع. لا بركضش. بتعب. It's okay. إلا إذا في إشي بعيد بلمح لإشي. أو لا هلأ يمكن عشان قرأت الورقة. لا لا ما أظنش، ما أظنش هيك. اللعبة أو الألعاب اللي بتلاقي بتكون خطية أكثر، فيش فيها استكشاف. بما اني قرأت اليوميات اعتقد انه حاليا رح يكون في اشي في البيت. بس فكرة انك تخش لوحات هاي. damn that's nice. يلا حجي. أنا الشجاعة اللي عندي فظيعة، شجاعة الآخر أنا. أو إلا إذا بدنا مفتاح. أو أصلا أو. زيس نوجن كلوتش. أين المفتاح اللي زل 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 زل. فيس فيس حس حس مس مس. damn. أعتقد إنه The ring is inside sun. مين اللي بكتب قاعد؟ الخاتم في الداخل يا ابني. ما خلص أخذنا الخاتم، هات لك إشي تاني. طيب إذا في هذه الحالة بقدر أفوت هون. طب استنى استنى حسان، ما هي اللعبة ما اعطيتك هاي. المفروض الخاتم بضوي لما اكون قريب من اشي مهم. إذن يس My daughter is not a weapon. Ethan language. Ethan language. My daughter is انت كاتب في الرسالة Ethan language وطلع لك اشعار. طلع لك اشعار Ethan. damn. شو هاد؟ شغلك باللوحات غير هاي، غير هذه اللوحة عن جد خاطر. إيثان طلع لك إشعار إيثان. شغلي باللوحات.
بس ما لقيتش ولا لوحة شغالة أو بتعطيني إشعار إني أفوت فيها ولا إشي. أرجع أفوت في هذيك اللوحة مثلا. أو هون في لوحة. هاي لوحة هاي لوحة. نوب نوب هاي لوحة. استخدم الخاتم عشان يتفعله. والمشكلة الدنيا عتمة. طيب فكرة برضو انت صح ميبي. وعشان يتفعله برضو لازم يضوي الخاتم نفسه. الخاتم ضوى ضوى قبل اللوحة. على فكرة هاي مفتاح البيت، مفتاح الباب أصلاً. لا بظن لسه في رتب لسه ما طلعت لي. كحلة كريس. أنا أفوت هون. فيش غير هيك، مش شايف غير هاي أنا. هاي الديموهات كلها على البي سي معلم. هاي الديموهات كلها على البي سي. Там впереди у дерева что-то есть. There is something ahead of the tree. Number 57. أنا أخذت طريق تانية. في كنز. This is weird. افتح يا سمسم. My father gave it to me when I was very young. هاي الدمية أو هذا الإشي أعطايا أبوه صغير. Только песчаной бури мне не хватало. عاصفة رملية. Run, Ethan. Go into the light. Go into the light. صور أبوك ضاربة. صور أبوك مغبرة. Let's go man. طيب هذا العصفور بدنا نستخدمه في قفص العصفور. I think. صح؟ What? Кто ты? Что тебе нужно? مين انت شو بدك؟ الله. وك اسيب ابوتش. أسيب أبوتش على اللي خلفوتش. عليك ال... اسمع أبو الظفيري للأمانة شكلها رهيبة، ستايلها غريب. هم الروسيين بشكل عام، مش دائما مش دائما، ولكن بشكل عام في ألعاب الرعب اللي زي هيك بيحطوا أفكار جديدة وحلوة ومجنونة. بيحطوا أفكار جديدة. شفت كيف كان يركض؟ شفت كيف ركض؟ ركضته صرع. شفتوا كيف ركض؟ شكلها حلوة. الله أعلم أنت رح تنزل بس ما بعرف. والله حلوة أفكارها غريبة. عائلة ملعونة. الأب حكى لابنه شوف شو أصل اللعنة. الأب من هو صغير بحب اللوحات وبده يعيش في عالم اللوحات. قام عن جد اللوحات صار فيها عالم. وقصة غريبة مثيرة للاهتمام. جيم بلاي مرتب. جو رهيب. أفكار للأمانة
ركضة العمالقة المهابيل عن جد عند أتاك أون تايتن ركضة الصرع دمية لحالها فيلم عن جد رعب أحلى عبدالله عبدالله حاسك فاتح محل حركة التنقل بين اللوحات رهيبة هذا رح يعطي مجال كتير للشطحان عند المطور نفسه يرسم عوالم جديدة ويخلينا ننتقل لإلها والله حلو والله إن استمتعت جميل جميل ديموهين اليوم حلوين ديمو ديمير أنا استمتعت فيه جدا وتحمست للعبة الكاملة وديمو The Renovator Origins برضو تحمست له وقويت لغتي الروسية صرت نوعا ما حاليا قادر أني أترجم للسفارات والمؤسسات المهمة عندي بحكي روسي بطلاقة زي ما شفتم اها رينوفيتر معناها مصلح او مجدد زي ما حكيت اللي بده يجدد بجدد بيته بجدد فنونس بحط لك عوالم مش شرط تكون عوالم كبيره على الاغلب رح تكون عوالم صغيره بس منوعه داخل كل لوحه بحيث انه تاخذ مثلا اداه للغز تحل لغز زي ما عملنا قبل شوي ما كيف هذا صار يركض وحركه طفيه الضوء حركة الإيدين اللي سحبت الدمية يعني جوها جو كونجرينج على أنابيل نايس والله صرعتني أنا في احتمال تلعب الجزء الأول؟ في احتمال في احتمال بس مش عارف والله في احتمال أنا ليش بقول مش عارف لأنه مش لأنه أي إشي تاني جديد هو أبدأ بعدها لسه اللعبة لشهر 8 وينك وينها مطولة 3 شهور ضايلها بس انا ناوي بس اي اشي جديد وحاسس انه الاغلب حيتفاعل معه اكتر له الاولوية غير هيك نلعبها خافت حتى العفاريت تترجم روسي ليش كابكوم اذا اول اعلان إذا أول إعلان للعبة Resident Evil ما بيكون موجود باللعبة مثل أشلي على فكرة أنا فكرت في هذا الموضوع فهمت شو قصدك إنه التريلر تبع اللعبة مش زي اللعبة أو في مشاهد في التريلر بيكون جوا اللعبة أنا على فكرة فكرت في هذا الموضوع ووصلت لنتيجة واحدة بس حتى ما يكون في حرق يعني محتوى التسويق للعبة يختلف عن محتوى اللعبة نفسها علشان ما تحرق عشان هي كابكوم بتحب تصوخ كتير فما بدها كل تريلر يكون من الألف إلى الياء من اللعبة نفسها هيك بتكون انحرقت نسبة منيحة من اللعبة بشكل رسمي طبعا من كابكوم فمحتوى التسويق الخاص باللعبة يعني التريلرات محتواها يختلف عن محتوى اللعبة عشان ما يصير في حرق أنا هذا اللي وصلت له بالآخر معرفش إذا كلامي صح أو لا خرشو خرشو على البث أريغاتو أريغاتو يا كريس وكيو أر ويلكم هاي بعرفها عليها شكرا أحلى من بيحضر بصمت يا دحيم يسعدك فهمتك حسان أعتقد هيك اللعبة الكاملة تبع الديمو الأول بتكون على بلاي ستيشن ما أظن ما أظن لأنه الجزء الأول ما نزل على الكونسولات المشهد تبع أشلي يكون في إضافة إيدا لا لا احتمال احتمال بس انا بقول انه لا احتمال بس انا احساسي بقول لا لانه الموضوع لفت نظري وقعدت افكر فيه لانه تكرر مع 8 تكرر مع 4 ريميك فانا هذا وصلت له تجنبا للحرق بس محتوى التسويق غير محتوى اللعبة او غير لما تستعرض جيم بلاي لما تستعرض اشي من جوا اللعبة هذا اشي تاني بس انا بحكي الشغلات اللي مثلا الستوري تريلر التيزرز هدول بحسهم محتواهم غير يعني بتجنبوهم يكونوا من اللعبة نفسها انا حاليا عم بختم لعبة قديمة على بلاي ستيشن 2 اسمها Forbidden Siren امبارح عملت لها ستريم درايفر هذا بدك اخوي يلعبها مش انا اوه مقدمها هاي نعم ما شفت ديد ايلين
Dead Eileen. هذه لعبة. يمكن حذف حسان زي 8. ما أظن. هلا في محتوى مرتب انحذف من 8 حسب ما شفت في قنوات على اليوتيوب. في محتوى مرتب انحذف من 8. بس خلص بالنهاية الواحد بيقدرش يعرف شو في وراء الكواليس. تقدرش تعرف شو في وراء الكواليس. بس اللي نوعا ما متأكدين منه احنا ان هاللعبة في ايدي امينة نوعا ما. يعني اللعبة في ايدي امينة. ان شاء الله تصير في ايدي امينة اكتر بتكون بتصير احلى. مش بس Resident Evil, في كتير العاب التريلر بتكون مختلف بشوي عن اللعبة الاصلية. بالضبط. من هذا هو اللي انا فكرت فيه. اهلا رجا, شو رأيك بشائعات Resident Evil 9؟ انا باخدها اتسلى فيها عمي. انا انت تعرف انا ليش بحب الاشاعات. اولا انا بفصل بين الاشاعات واللعبة كلعبة. يعني ما بقول انه هاي الإشاعة اللي قرأناها هيها موجودة في اللعبة. بفصل وبنسى. كتير بتلاقوني بسأل عمي أنا حكيت هيك, أنا سويت هيك. أنا بحكي الإشاعات من باب الترفيه. بس أنا بحب الإشاعات في شغلة, إنها بتفتح مخي وبتخليني أشطح وأتخيل. فبتخليني أعملكم فيديوهات شطحان ممكن تزبط وممكن لا في اللعبة نفسها. فأنا عشان هيك بحب الإشاعات, لأنها بتخليني أشطح. وشطحت شوي اليوم, حكيت لصاحبي فكرة فيديو, قال لي حلوة بس مش هحكيها, بخليها للفيديو. ما بحب Dead Island. Dead Island من الألعاب اللي ما دخلت مزاجي أبدا, ما بحبهاش. ما حبيت الجزء الأول وشفت الجزء الثاني تريلر وفيديوهات. بما أنه أيدا غدرت وما أعطت ويسكر بلاغا, توقع ويسكر أرسل جماعة يحضرون بلاغا من جسد كراوزر بحكم الجزيرة ما انفجرت بالكامل. زي ما عمل مع ستيف. بس البلاغا بتموت, ديري بالك. البلاغا بتموت, إذا مات المضيف البلاغا بتموت. البلاغا مش فيروس. البلاغا طفيل, ما أظنش بيولوجيا. أعتقد إنها لأنها طفيل فهي بتموت. هل في جزء تاني من لعبة Paranormal HK؟ شي Paranormal HK هاي؟ جزء تاني أصدق على اللعبة اللي لسه ما نزلت, هاي تبعت الكاميرا اللي محطوطة على صدر الشخصية, هاي اللعبة الصرع. طب هي أصلا اللعبة نفسها ما نزلت, كيف تكون هي جزء تاني؟ إلا إذا أصدق إيش تاني. أصلاً اللعبة نفسها ما نزلت, كيف تكون لها جزء تاني إذا هيك؟ أهلا سمباي. أقصد Resident Evil Death Island. ماله لسه ما نزل شهر 8. لسه ما نزل, أعتقد شهر 8. لا لسه ما نزل. بس احتمال أعمل له رياكشن وأطلع الرياكشن على التليجرام. إذا حابين شوفوا يعني اشتركوا في التليجرام, وإن شاء الله برفع لكم ردة فعلي على الفيلم, ردة فعلي على الفيلم على التليجرام. حسان هذا صار في الكلاسيك, ويسكر أخذ البلاغا من كراوزر. يس. دام صح, أعتقد صح. أخي مش معي أنا, أعتقد صح. إيثان ما حكيت لك بشهر 7 هاي قلت اللي بتشبه ليتل نايت ميرز, والله شكلها خرافية. قلت لك بشهر 7. شوف آخر فيديو. أي فيديو؟ والله بتسرحوا فيي أنتو. أي فيديو اللي أشوف؟ تتوقع رح نشوف إيدا شو عملت بالبلاغا؟ نتوقع آخر الإضافة, آخر الإضافة نعرف وين راحت, شو نواياها في البلاغا, هل رمتها في المحيط كبتها. أنا متحمس لإضافة إيدا, أشوف شو فيها أشياء جديدة. زي ما شفنا أشياء جديدة باللعبة الرسمية, حاب أشوف شو فيها أشياء جديدة مع إيدا. شفت الشائعة تبعت الفيلم؟ شو هي؟
What is the rumor? انك تعمل فيديو مثلا خمس افكار عن شكل اللعبة حيكون ازاي قصدي سالت هل يعني خمس افكار كيف بده يكون شكل لعبة سالت هل هيك قصدك؟ قبل سنتين قال انه في جزء تاني والله انا هاي اللعبه بستناها صراحه بارانورمال اتش كي هاي انا بصراحه بستناها بس انا بعرف انها لعبه لسه جديده طازه يعني يا دوب نزلوا لها تريلرين و يعني الناس بيستنوا لها حتى تاريخ اصدار او اشي اللعبه مش معروف عنها ولا اشي فموضوع انه يكون انه بده ينزلها جزء تاني طب وين الاولاني هو في فكرة لسايلنت هيل يا عبده بس مش زي ما انت حكيت في فكرة انا كتبتها على جنب في فكرة لسايلنت هيل بس مش على الالعاب الجديدة يعني فكرة عامة حيكون 15-16 مايو لايف لفريق بلوبرتين احتمال اتكلم عن سايلنت هيل امتى او بكرة شوف على الاغلب لا على الأغلب لا مش راح يحكوا عن سايلنت هيل راح يحكوا عن لايرز اوف فير راح يحكوا عن لايرز اوف فير ما راح يجيبوا سيرة سايلنت هيل لأنه حسب ما شفت في تويتر إنه كونامي هي المسؤولة في الأول بالآخر عن اللعبة وأي شيء بخص اللعبة الاستوديو المطور ما راح يحكي هلا لايرز اوف فير إله Layers of Fear لا بلوبر تيم اعتقد يعني من ناحية تطوير ونشر كمان اعتقد مش متأكد من ناحية نشر بس انها إلو سايلنت هيل مستحيل بلوبر تيم يحكي عليها ومش كونامي مستحيل يعني بده يكون حدث خاص بكونامي عشان ينحكى او كونامي او مثلا سوني بلاي ستيشن شوكيس اشي زي هيك كبير اما حدث خاص لبلوبر تيم مستحيل مش حيكون عليه ضجة مستحيل راح تحكي عن Layers of Fear ريميك هاي الريبوت اوه Paranormal HK اوه استنوا شوي يا عمي انا راح بالي على اللعبة هديك تبعت اللي شفناها على تويتر عملت ضجة وحدا حاطت كاميرا على صدره وبركض في بيت مكسر Paranormal HK هاي اللعبة الصينية اليابانية I think هاي انا لعبتها زمان في منها جزء تاني حلوة كانت هذيك اللعبة صراحة احلى كريس كابكم سيناريوهاتها مش سطحية لهالدرجة يعني لما ايدا قالت منغير مشيتنا مش معناها بطلت لانه ويسكر شرير يمكن راحت تشتري فلافل وترجع انت الصح راحت تشتري سندويشتين فلافل سخنين بدها مستعجلة انا راح بالي على لعبة تانية بس هل نزل منها جزء تاني Paranormal HK هاي شفت خبر انه كابكوم حتكون في حدث سمر جيم فيستيفال شفت ان شاء الله يكون في هالحدث اشي له علاقة بالاضافة يبصر شو وضع Silent Hill Man ان شاء الله يا انفل الأمانة هذا الموضوع صار بيخوف موضوع الفلافل تبعهم هلا المفروض يكون في حدث قريب لسوني لسبب لأنه Final Fantasy 16 اللي هي الحصرية على البلاي ستيشن هاي عنوان قوي وبحاجة إنه يعني يسوقوا له للمرة الأخيرة قبل ما يتم إصداره في حدث فالمفروض في حدث لسوني في إشاعة إنه بيكون في إعلان لحد السنة بيكون في إعلان إصدار لعبة Lost Soul وينها هاللعبة
هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة. وين هاللوست سول؟ يا ويلي على هاللعبة، أول ما طلعت انهبلنا فيها وبعدين نامت. لعبة إليا يسرى، لا هي أصلا على بارانورمال اتش كيس، تشوفوها على اليوتيوب. هذه لعبة أنا ختمتها زمان على القناة الأساسية. في جزء تاني بارانورمال اتش كي 2. والله فيه بس كلها صغيرة. أنا ما لعبتها هاي. والله في جزء تاني بس كلها لعبة قصيرة. لا والله شكلها قصيرة بس. في حدا فيكم لعبها؟ طيب لعبة جلت 6 يوليو صحيح. ان شاء الله تنزل هالسنة بس ما اظنش، احتمالها ضعيف كتير تنزل هالسنة. الجزء الاصلي نزل باكتوبر شهر 10. ان شاء الله نسمع انه في حدث لسوني اخر الشهر هذا. اذا في حدث لسوني اخر الشهر هذا، والمفروض يكون في حدث عشان فاينل فانتسي قربت تنزل لعبتهم، فبجوز والله نشوفها اخر السنة. يا ريت. انا مستني. والله يا رجا انت عم يعني متعمق، يعني متذكر كويس اللعبة. انا مش متذكر اشي منها. بارانورمال اتش كي بعرفش، كنا قبل سنة سنتين ختمتها ولا اشي متذكر منها، ولا بعرف اشي عن اللعبة غير انها هي اشي صيني ياباني وحدة بتصرخ. بتذكر انها عجبتني اللعبة وكان فيها كنه لغز حلو، بس كقصة وهيك مش متذكر ولا اشي. متى تاريخ تخمينك للإضافة للرابع؟ بداية السنة الجديدة أو لا 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 آخر السنة. أنا حكيت بتذكر حكيت شهر 11 أو شهر 12، بتذكر إن خمنت التاريخ آخر السنة، لأنه الإضافة تم تطويرها مع اللعبة مفروض، مش زي روز، مش زي شادوز أوف روز. فأعتقد آخر السنة الإضافة شهر 11 شهر 12. Eye of Basir. نشوفها يا عبود. استنى بشاف الشات. إن شاء الله يا رجاء. لا لا ما تكتب لي ملخص، خلينا نشوف بقية الشات. مش مشكلة بنشوفها بعدين. بتذكر لما كنت تختم بارانورمال كان يجيك لاج وانت بتقول اسمها بداية الستريم. بس بارانورمال ما ختمتها ستريم يا علي. شايف كلمة بارانورمال بتلخم، كلمة بارانورمال بتخلي يدخل في عقلك بليون لعبة ولعبة. انا ما لعبتها ستريم بارانورمال يا علي، ختمتها فيديوهات ممنتجة على القناة الأساسية برنامج اتش كي. بس منشوفها بما انها قصيرة منشوفها. ايش تفضل قصة وفكرة سايلنت هيل او ريزدنت ايفل؟ بكل امانة سايلنت هيل. سايلنت هيل عميقة كتير. سايلنت هيل بتحاكي كتير أفكار دفينة ومشاعر صعبة، وبتخش في موضوع الإحساس بالذنب والضمير. يعني تقيل موضوعها، تقيل يعني اللي بتعمق فيها بحس بثقل في الصدر. تحس حالك تتفرج على مسلسل درامي
بس مكتوب صح بأفكار حلوة. yeah. بس أكتر قصة لحسة مخي وبضلني أفكر فيها 24 ساعة Resident Evil. طبعاً هذا يعني سببه واضح، لأنه Silent Hill نايمة وResident Evil صاحي ومشعللة. مخرج الشيء ده قال الإعلان الأخير للعبة بيكون معه تاريخ الديمو، لعبة بزور لعبة أسبوعين. wait آه والله يعني قربت يا إيفو. إضافات جزء 7 وريميك 2 متى نزلوا؟ أعتقد بعد 6 شهور يا فهد. أنا فيك معك حق، أعتقد بعد 6 شهور مش متأكد والله. شوف على جوجل على السريع. بس لا لا في ألعاب مرتبة هاي السنة، مش زي Resident Evil وهيك، بس لا في ألعاب مرتبة. في Grey Hill Incident، في Extinction هاي تبعت الديناصورات، في Amnesia، في ألعاب حلوة. هلا نانيري أحلى 27 مانس في ستور ستيم. نانيري هلا وغلا حسان، يعطيك العافية، مستمتعين معك بتختيم، بانتظار تختيمك لعبة يابانية مخيفة. دمت بخير، دمت بألف ألف خير إن شاء الله يا نانيري. والله حمسوني عليها بارانورمال هاي، بلكي لعبناها هالفترة. في تحدي قلت لنا قولوا بارانورمال 5 مرات، أنا حكيت هيك في البداية بداية الفيديو. يا جد لغز البيانو صرع كان سايلنت هيل 1. هو شوفوا سايلنت هيل 1 وريزدنت ايفل 1 انا ما لعبتهم الا بعد بفترة من ما لعبهم اخوي. انا كنت اتفرج، ما كنت اخاف، ما اقدر امسك الايد والعب. وبتذكر لما لعبت ريزدنت ايفل 2 كنت العبه بالنهار او العبه بالصالون يكونوا اهلي قاعدين، هيك كنت العب، كنت اخاف كتير. على فكرة سايلنت هيل والله ما بدي أبالغ، بس أعتقد أنه بحياتي ما ختمت سايلنت هيل لحالي، لا زمان ولا هلا. أعتقد أنه بحياتي ما ختمت سايلنت هيل لحالي عن جد. يا أنا وصديق، يا أنا وأخوي، يا أنا وفي عجقة في البيت، يعني في ناس والدنيا نهار هيك. يس بعد فترة لعبتهم كنت أخاف كتير. هيلبليد 2 يا عمي وينها هيلبليد 2؟ وينها الثانية هاي؟ هذه يعني هذه من الألعاب اللي بحسها من المرشحين وبقوة للعبة السنة Game of the Year. لحد الآن أنا بشوف تريلر هيلبليد 2 من أقوى وأفخم التريلرات اللي شفتها بحياتي، قشعريرة من أول لحظة لآخر لحظة. هيلبليد 2 سين واز ساكرفايس أو سين واز ريفنج، شو اسم الجزء؟ صح في Alone in the Dark الجديدة، وين هم هدول؟ وين هدول الألعاب؟ شو صار فيهم؟ على فكرة بس هو حل اللغز، يعني إذا أنت بالإنجليزي متعمق حل اللغز مش صعب لما تقرأ القصيدة هاي تبعت اللي هو الحمام الأبيض والغراب الأسود، مش يعني هاي حالاتها سالتها يخرب بيتها ما أحلاها، تخليك تفكر صح. لو اجتك فرصة وتكتب قصة وحولتها إلى لعبة ما ستكون القصة؟ على فكرة أنا تخيلت قصة Resident Evil 9 يا سيمباي، أنا تخيلت قصة Resident Evil 9 بناء على أنه كريس أعتقد يلاحق البي اس اي اي وكانت جيل، ورح تلاقي الفيديو في القناة الأساسية. في فيديو عملته من فترة قصة تخيلية ل Resident Evil 9 عملت فيها الكاتب. أنا متحمس لألان ويك، لا ويت ألون ذا دارك قصدي. صح في ألان ويك 2، وك وينهم هدول الألعاب؟ امتى رح ينزلوا؟ أنا متحمس لأنا ألان ويك 2.
أنا متحمس. يس أكيد. Alone in the Dark, Alan Wake 2, Hellblade. فيش تواريخ لإلهم، رح يصدروا في 2030. لعبة Silent Hill كئيبة؟ طبعا كئيبة. لعبة Silent Hill مش مفرحة أبدا، فيش فيها ذرة فرح. Silent Hill، Silent Hill بتحكي على مشاعر سلبية ومشاعر مكبوتة وإحساس بالذنب وتنمر ومليون خبيصة فيها. هي كئيبة، بس إذا بتاخدها من ناحية هيك فنية وترفيهية استمتاع رهيب. وهذا كله معكوس بجو مرعب. هلا كاسل إيجل، سعد الصباح، صحة وعافية وموفق بالدراسة الجهتين. أي تتوقع، أي لعبة تتوقع تفوز بلعبة السنة؟ مين المرشحين؟ أنا حاول Resident Evil 4 دائما وأبدا صوتي لإلها. يس Pyramid Head، سفاح، مسألة الضباب، جو رهيب عملت. تواريخ الألعاب 2024. أبطال Resident Evil 9، جيل، كريس، كلير. إيثان شكلك مش شايف الفيديو تبعي أنت. كلير، أوكي، هذه منك. هاي كلير بدور الصحفية أو الجاسوسة. كلير بدور صحفية أو جاسوسة. هلا هي الجهتين، رح تلعب على الجهتين أنت أصدق، زي بالمسلسل والفيلم رح يجيبوها هيك. ممكن بما أنهم حكوا أنه رح يكون دورها مقتصر أو صغير في الجزء، فممكن أجيبوها بدور صحفية أو صحفية سلاش جاسوسة، أنها بتجيب معلومات وبين كل فترة والتاني مثلا بتيجي بتعطي كريس معلومات أو إشي، ممكن، أو بتحكي معاه على الراديو أو whatever. ممكن هذه تكمل للإشاعة. بعرف إيثان، بعرف إنك علقت. يس يس أي نو أي نو. أنت ضفت إشي زيادة على الإشاعة. ناش تزعل حدا، ليش؟ بالعكس الكلام حقنا جميل. بتمنى إذا صدقت الإشاعة وشفنا ميتل جير 3 ريميك بحدث سوني إنك تلعبها وتعتبر بداية القصة للجزء. بلعبها بس ما يكونش المشهد عبارة عن 3-4 ساعات، ما عنديش مانع. إذا المشاهد فيها مش عبارة عن مسلسل مكون من 500 حلقة أنا موافق. من على نهر تافوخ أنا مجهز، بس ما يكونش فيه مشهد يحسسني بدي أروح أعمل بوشار وأجي أقعد عبال ما يخلص. هذا اللي دبحني فيها صراحة، مشاهدها كتير أوفر. تنصحوني ألعب Silent Hill Homecoming؟ أكيد، بس بشاير هذا أول جزء بتلعبيه بSilent Hill، لأنه هذا يعتبر الخامس. هلا هو قصة منفصلة بس برضو يعني مش حلوة. يلتعب لا يعني أول جزء. Metal Gear ما قدرتش خلص، سبحان الله الناس أزواق وما خشتش مخي وتبحتني في الستريمز. الدراسة والأكل ما يحلو إلا مع بثوثك. تاز الدراسة بالذات، يعني التركيز 100%، كل ما أصرخ أنا هداك الصوت أنت بتحل أسرع. سلام. على فكرة إذا نزلت هاي 3 ريميك هاي Metal Gear، أو يعني كل مشهد رح أعير له وقت، أي مشهد يتجاوز 6-7 ساعات رح أسكر. أهلا سيف، عليكم السلام. شو تعليقك على اللي كتبه كوجيما؟ إيش كتب؟ احكي لي شو كتب، لأنه أنا بفتحش كتير تويتر.
جد كوكي. لعبت كل الأجزاء ما عدا هوم كومينج. حلو هوم كومينج. حلو هوم كومينج. لا حلو. لا رهيب. أليكس. أعتقد اسم البطل أليكس وأخوه. نسيت. أعتقد أليكس. أنا بحفظ بالصراخ. ممتاز. بس كتب بي تي. بس كتب بي تي نزل تويته إنه مشكلة جواله مش معي. بس كتب بي تي. إيش يعني بتحصر؟ شوفوا إذا بدكم بصراحة أنا كوجيما بتويتاته مرات بيستفزني. مرات بيستفزني. يعني خلصني قول لإيش بتلمح. الحلو بالموضوع إنه بنقعد أشهر وسنين ومنعرفش لإيش لمح ومنلاقيش إشي. فمرات بيستفزني بتويتس. كوجيما. يعني اخلص نهج. إيش لإيش بدك توصل؟ كتير بنزل تويتات مش مفهومة. وبعدين خلاص بتروح الدنيا وخلص وراحت. يعني ما في يعني ما بنقول هو قصده كان هيك. اوف ذا بيست. هل فان سايلنت هيل بيهتموا بالمودات مثل فور الكلاسيك؟ تعدلت كتير من ناحيه انها صارت. اعتقد موضوع مودات سايلنت هيل ما بتزبط برمجيا والله اعلم. نسخ البي سي بتذكر في حدا شفته على ريدت بيحكي على هذا الموضوع زمان. يا اما برمجيا ما بزبط المودات زي ريزيدنت ايفل يا اما كونامي مانعة. وانا بحط الاحتمال الثاني. اعتقد كونامي مانعة ينعملها مودات ويعني وبتلاحق اي حدا بيعمل مودات لانه بتعتبره انه هيك بتخرب بملكيتها. اعتقد كونامي مانعة. مبروك البي سي يا موراي. تتهنى فيه. ألف مبروك. ويت. تنصحني أشاهد ألعاب سالنت هيل على قناتك؟ نعم أنصح بهذه النصيحة بقوة. بعرف يا فهد حكولي اللي عمل ناين شايلدز ستريت هو نفس اللي عمل فروم ذا داركنس واللعبتين أسرع من بعض. فروم ذا داركنس هاي بتذكر والله صرعتني أنا. كانت صرع. هه أليكس اللي في هوم كومينج هو مؤدي الصوت تبع تروي بيكر تبع جول في ذا لاست اوف اس. عن جد؟ دام ما حضرت فيلم سوبر ماريو. ما حضرته. ما نزل على النت بعدين. يا عمي يعمل نفسه الغامض. يلا يعني يعيش الجو. ما عنديش مانع ابدا بس اعطيني نتيجة برو. اعطيني شغلة. give me something. يعني بس بيحكي. كونامي مانعة. كونامي مانعة. انتهاك ملكية. هاي سالنت هيل رهيبة من ناحية القصة. شو ما عرفني بس. انا متحمس للي شغالين عليها هدول اللي لعبنا اللعبتين. اللي لعبنا اللعبتين تبعينهم Observation Stories Untold. نظام الكتابة والأوامر. متحمس لهذا لهذا الجزء اللي هو Townfall. بدي اشوف شو رح يعملوا فيه. بس شكلها كونامي ماسكة بخناق الاستوديو ولا كلمة. لانه بعتقد قرأت التويتة انه احنا جاهزين بس مستنيين اشي من كونامي. اشي زي هيك. رجا هلكتني في بارانورمال اتش كي معلم. والله هلكتني. والله هلكتني برو. في شغلات تانية اولى معلم. والله في شغلات تانية اولى. في شغلات جديدة ما حقدر ارجع لورا. بس رح نلعبها بس معرفش امتى. كوجيما نزل فيلم اسمه Poor Things وبعدها نزل كتب. تيزرز للفانز مثل بي تي. له فيلم اسمه Poor Things.
والله صرع From the Darkness، والله صرع الأمانة، أفكارها مجنونة كانت. صحيح هو موضوع المودات بيساعد على بقاء اللعبة في أذهان اللاعبين، بس زي ما قلت كونامي مانعة، وهذا الموضوع زاد نوم السلسلة. مظبوط، لو كان في مودات وسامحة بالمودات كان سايلنت هيل لحد هاي اللحظة زيها زي ريزيدنت إيفل بالنسبة للمودات، إنها موجودة وشغالة وعلى السوشيال ميديا وفي ناس بتلعبها وأنا أولهم. بس ما بعرف، شيش كباب مان، شيش كباب. مين المطور اللي يعتبر نمبر 1 عندك؟ صراحة ما عندي جواب. يعني شينجي ماكامي رهيب، ما يعني ما في كثير عناوين باسمه، بس شينجي ماكامي رهيب. يعني أنا إذا خطر في بالي اسم حدا شينجي، يعني أعطانا Resident Evil، أعطانا Evil Within. أوكي لعبته الأخيرة أنا حبيتها، ما كملتها على القناة، كانت مجرد تجربة بس حبيتها وكملتها لحالي، حبيتها اللي هي Ghostwire Tokyo، حبيتها بس مش زي ما حبت لـ Evil Within و Resident Evil أكيد. بس شينجي، يعني لما أسمع إشي جديد يخص شينجي بكون كلي آذان صاغية، إيش دي يعمل، إيش دي يسوي. بس عندي إحساس إنه رح يبطل، هو رح يوقف، رح يتقاعد. ألان ريسايزر، أوبسيديان، إيش عمل استوديو أوبسيديان؟ أنا مش حافظ. وأنا اللي مخوفني في سايلنت هيل تو ريميك الاستوديو صراحة. ما في أي إشي عن سايلنت هيل أسنشن. سايلنت هيل أسنشن حكونا إنها لعبة أونلاين تفاعلية، اتخاذ قرارات، فيش رجعة من اتخاذ القرار، وهايب هايب، وأول 2023 ورقصني يا جدع وما صار شيء. والله معك يا رجاء. أوه رجاء مش رجاء، مش my daughter. أوه damn. is not a weapon. يعني عجزوا يلاقوا مود يخلي التالت كلاسيك منظور تالت أو أول. أوه أنت بدك يا منظور تالت إنه أوكي. اعملها انت بعد، اعملها انت. هو مش قصة عجزه، اعتقد ما خطرش على بالهم، بس بتطلع فكرة حلوة على فكرة، خاصة منظور اول. بس على فكرة اشتغلوا على منظور اول لتو، ما عجبنيش كتير الوضع، بس تو كلاسيك اعتقد في حدا شغال على منظور اول لإلها، فممكن يعملوا لثري، يمكن. اوكي عبدو اعتقد هاي شطحة، كونامي كانت تشتغل مع المنظمات الاجرامية اليابانية. اعتقد هاي شطحة كونامي المجرمة. شينجي شاطر، شينجي شاطر، بس عندي احساس انه راح يتقاعد قريبا. اشتقنا للمودات الكلاسيك، ان شاء الله ان شاء الله. بس والله انا ماشي اليوم بيومه، اذا شفت اللي مود حلو بنلعبه. بس حاليا زي المودات اللي هي مثلا كونتينمنت وهدول مورتال شيل، هدول اللي لعبناهم قبل ما في. حاليا المودات بس شغل اشي صعب، يعني صعوبات مش تغييرات جذرية زي اللي عملوها قبل. اه فهد نايس. العب الديمو خلي نشوفه. اي ديمو؟ اي ديمو؟ احنا خلصنا يا ابو معلم، احنا هذا الديمو لعبناه، والديمو تبع دايمير لعبناه.
هاي نقربنا على 3 ساعات في الستريم. مش شطحة كونامي، كانت لها سوابق، كانت في سجن أبو زعبل. معقول أول مرة بسمع المعلومة هاي، عشان هيك هي مجرمة في حق سايلنت هيل. تخيل نمسيس منظور الأول، ممتاز. شي بجدد مدحة تلعب مود الكابوس، مش عارف، حاب ألعبه بس مش عارف أمتى. مدري مدري بدي أضبط له وقت، لأنه هو إذا بلشت فيه رح ياخد وقت، أكيد رح ياخد وقت، فبدي أضبط له وقت عشان ما أقطعه. رح يلاحقوه كنامي لعبده. ما فهمت، لو نزلت في ار ريميك 4 يعني نقدر نلعبها منظور اول؟ ما شو دخل هاي بهاي؟ ما فهمت، في ار منظور والمنظور الاول اشي. بعدين انا بحس نسخة الفي ار برمجيا تختلف عن اللعبة الاصلية برمجيا. نسخة كتير دراما. طيب اوه والله صارت ساعتين. دام مان اصحابي الجميلين، خليني انهي لاني مش ماكل، بدي اروح اكل ان شاء الله. لنا لقاء غدا باذن الله في تويتش عشان نحضر ديومون سلاير هيلز بارادايس وناروتو بكرة إن شاء الله على تويتش. ومن هلا لوقتيها يا حلوين، ديروا بالكم على حالكم. متى حسان تبدأ الستريم؟ دائما ما في وقت محدد، أنا دائما بنزل على السوشيال ميديا قبل بساعة، إنه بعد بساعة بدي أعمل ستريم، ما في وقت محدد لأنه أنا وقتي مش ملكي، دائما بقدرش أحدد، بس دائما بنزل على السوشيال ميديا قبل بساعة بخبر يعني. يس إيثن الله يعافيكم ويسعدكم ويحفظكم يا حلوين، شكرا للحضور وشكرا للدعم أكثر من رائع. حبيبنا كريس تسلموا إيديك وعينيك وصحة وعافية على البروست اللي أكلته. وإيفا شكرا على الست شهور، وحمزة شكرا على الدونيشن، وأحلى على سلطان وأحلى سوبر تشات، يسعد قلبه. أرجتو مان، أرجتو من القلب، شكرا يا حبايب. نو سايلنت توداي نو. نراكم غدا إن شاء الله على تويتش للي بحب يحضر معي أنمي. ديروا بالكم حالكم، غطوا كويس. And see you later يا أحلى alligators. اسمعوا على خير.